السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في وصفات رشيد العماري. لكنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الضغط على المربع الاحمر سبسكرايب وتفعيل خاصيه الجرس وبارطاجيو القناه والوصفه مع الاصدقاء ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا طورطات ديال اللوز بالكريمه اللوز. كتجي سهله تستحضر وكتجي واحد المذاق رائع وكتجي معلكه وان شاء الله نتمنى تشوفوا الفيديو الاخير. ها الشكل ديالها من الداخل كتجي واحد الطورطات ساهلين ومعلكين وبمكونات بسيطة ان شاء الله الله تكون عندكم في الدار وغتوجدوهم غيحمقوكم وغيعجبوكم وما غاديش تستغناو عليهم. بقاو مع الطريقه والمقادير فرجه ممتعه. على بركه الله نبدا معكم الطريقه والمقادير. في واحد الاناء كنحتاجوا 125 غرام ديال الزبده ولا المارغرين، كنحتاجوا لواحد البيضه كامله، كنحتاجوا كاس ديال السكر بودره او على حسب الذوق ديالكم، معلقه ديال الزيت، طحين على حساب الخليط، وكنحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال بيكين باودر، وكنحتاجوا القشور ديال الحامض اولا الفانيلا لكم الاختيار نتوما على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب اللي بغيتو. هنا غادي ناخذ الزبده وغادي يعني نرملها مع السكر بودره، ويمكن لكم تضيفوا الفانيلا اولا اي نسمه كتعجبكم لكم الاختيار. غادي نخلط جيدا حتى غادي نحصل على واحد القوام اللي يكون بحال بوماد، من بعد ان شاء الله ونكمل معكم. وهذه مناسبة يعني توجدوهم وتحضروهم للضيوف ديالكم او للاصدقاء او للعائلة. صراحة والله العظيم يا البنات كيجيو معلكين، وكنت سبق لي وحضرتهم مدادي في القناة ديالي. المهم كتخلطوا في حال هكايا مزيان حتى كتحصلوا عليها يعني بحال بوماد، من بعد كنضيف ليها ديك البيضة كاملة. ويمكن لكم يعني تضعفوا المقادير لبغا تخرجوا كمية كثيرة. غادي نضيف هذيك البيضة كاملة وغادي نخلط جيدا، من بعد كتضيفوا الطحين وبيكين باودر وعلى حسب خالط عينكم ميزانكم، حيت كاين الطحين كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. المهم كتضيفوا بالتدريج حتى كتكملوا، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. المهم غادلكوها مزيان، ومن بعد ملي كدلكوها كتخليوها ترتاح واحد شويه باش هكا كتماسك معاكم وما كتعذبكمش في الخدمه، لان راه معروفه يعني هاد ميني طارطوليت او الصابلي كيكون شويه كيبغي واحد المده يرتاح فيها باش هكا باش ما كيعذبكمش في الخدمه. صافي. المهم نتوما عينكم ميزانكم في الدقيق، هانتوما كما كتشوفوا يعني كتجي العجينه ديالها متماسكه. من بعد غادي نعمل نزيد واحد شويه الطحين، صافي ونخليها جانبا، نخليها حتى غادي ترتاح واحد شويه، من بعد صافي كنشكلها ونوريكم التتمه ديال الفيديو. وهكا يعني الا بغيتو حتى تحضروهم يعني بكميه زايده من بعد ويعني وعملوهم احتفظوا بهم، يعني راه يعني ما كيخسروا ما والو. وصراحه يعني تجي واحد المذاق فيهم معلك معلك، غنجربوها على حسابي. من بعد كناخذ واحد البلاستيك غذائي، ومن بعد كنطلق العجينه على السمك اللي بغيتو. انا كنقطعوا مرقاق وكتاخذوا هاد المولات ديال الحديد، من بعد ملي كتطلقوا العجينه كتاخذوا داك المول وكتعملوه يعني من التحت بحال هكا وكتضغطوا جيدا، من بعد باش كتاخذ لكم هذاك الفورما ديال هذاك المول وكيجيكم يعني مقاده. من بعد راكم عارفين يعني كتقادوها بيديكم، الا كانت العجينه زايده كتحيدوها. صافي بحال هكا كما كتشوفوا من الجناب من غنضغط، صافي بحال هكا. من بعد غنستمر حتى غنكمل هذوك يعني هذوك هاد المولات اللي عندي ديال الحديد. ويمكن لكم تعملوا فحال الباطوات، يمكن لكم نتوما يعني على حساب الذوق ديالكم اللي بغيتو. يعني عجينه وحده يمكن لكم تشكلوا منها عده اشكال وتخرجوا منها عده يعني حاجات، نتوما لكم الاختيار. صافي من بعد غادي نستمر بحال هكا وغنخلي العجينه جانبا باش نمر نحضر معكم الكريمه ديال اللوز. هنا كنحتاج 125 غرام ديال الزبده، كنحتاج لجوج بيضات، كنحتاج 150 غرام ديال البودره ديال اللوز مطحونه بالقشره ديالها، كنحتاج السكر، وكنحتاج 40 غرام ديال الدقيق مايزينا وشويه ديال الخميره ديال الحلوه. صافي هادو هما المقادير. هنا غادي نخلط الزبده مع البيض، غادي نطربهم جيدا حتى غادي ينسجموا، ومن بعد يمكن لكم تضيفوا حتى الا كانت كيعجبكم الفانيلا اولا القشور ديال الحامض. انا الصراحه كيعجبوني القشور ديال الحامض، كيعطي واحد الطعم رائع سواء الكيك سواء اي حاجه الحلويات. المهم كنستمر بحال هكا كنخلط هاد الزبده مع البيض مزيان جيدا حتى كينسجموا، من بعد وكتحصلوا على يعني كتكون بحال الكريمه.
من بعد كنضيف لها باقي العناصر، كنضيف السكر كيبقى كما كنقول دائما على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب اللي بغيتو، كتستمروا فحال هكا كتضربوا بشويه بشويه حتى كينسجموا. من بعد غادي نضيف باقي المكونات كما كتشوفوا، مهم غا يعني عملوا الخاطر، كتضيفوا دقيق المايزينا 40 غرام. ومن بعد ملي كنكمل غادي نضيف اللوز بالتدريج حتى هو شويه بشويه، وانا كنخلط. انا هاد اللوز هذا يعني عملته بالقشره ديالو، خليته مهرمش باش يعطيني هذاك الطعم في هذاك ميني طارطوليت. المهم كطربوا فحال هكا جيدا حتى كينسجموا. ها نتوما كما كتشوفوا صافي، وكتضيفوا كتاخذوا هاد الميني طارطوليت وكتضيفوا ليها المربى، يعني كتعملوا واحد شويه هنايا لتحت، هي اللي غادي تعطينا داك التعليكه. من بعد كتاخذوا من الخليط الثاني ديال الكريمه ديال الزبده، وكتعملوها هنايا في يعني فوق من هاد ميني طارطوليت، باش هكا ما تعمروش بزاف لان باقي غيدخل الفرن وغادي تنفخ العجينه. مهم ما تعمرهمش بزاف باش ما يعني باش ما يفيضوش ليكم، من واحد الكميه قليله وبسطوا العجينه بحال هكا كما كتشوفوا صافي. من بعد غتدخلوها للفران وتخليوها حتى كتحمر وطيب، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها من بعد ما كنطيبوها وكنخرجوها من الفران. ها نتوما بحال هكا معروف يعني هذاك المربى ديال المشماش كتعطي التعليكه في الحلوه اولا في اي حاجه ملي كنعملوها يعني كتجي زوينه بحال هكا كما كتشوفوا صافي. غادي نكمل الحلوه ديالي وغادي ندخلها للفرن اللي كيكون ساخن حتى كتحصلوا على الحلوه كتكون طايبه. ها نتوما كما كتشوفوا، ويمكن لكم تقطعوا هذوك الاشريطه الا بغيتوا، هذه غير كاضافه. كانت شاط لي العجينه وبغيت ما نضيعهاش عملتها اشريطه، وكتعملوها بحال هكا بحال الشكل ديال يعني سميطات. ومن بعد كتبقاو غاديين نتوما كتستفوهم بالطول وبالعرض، كيعطي واحد الشكل زوين. هذه كاضافه الا بغيتوا، ما بغيتوش ماشي مشكل بلا ما ديروهم صافي. غنستمر بحال هكا حتى غنكمل، ومن بعد ان شاء الله تشوفوهم في الاخير. يعني صراحه يعني حيل بسيطه، ولكن صدقوني النتيجه ديالهم راه رائعه وزوينه. هانتوما بحال هكا يعني كتبقاو غادي نتوما كتحطوا داك الاشريطه وكتقطعوا صافي. ومن بعد غتدخلوهم للفرن حتى يعني كتشوفوهم وجدوا ان شاء الله، ونعطيكم واحد الفكره يعني تعملوها. المهم كما كتشوفوا صافي بحال هكايا، ونقطع ديك العجينه اللي زايده صافي وندخلها للفرن. هانتوما كما كتشوفوا صافي، هنايا ها هما هنايا منين طابوا خرجتهم، هما باقيين سخون كتخويو الماء في هذيك الطاوه ديال الفرن باش هكا كيسهل عليكم يتحيدوا يعني بسهوله، ما كيعذبوكمش وما يتهرسوش ليكم، لان يعني ملي كيكونوا سخونين ها نتوما كما كتشوفوا يعني ملي كنعملوا الموس ولا شي حاجه بعض المرات كيبقاو يتهرسوا واخا كنكونوا دهنا يعني هذيك القوالب ولا شي حاجه. المهم اللي نوصيكم تخرجوا العجينه، تخرجوا عفوا الحلوه من الفران، هي خارجه عملوا في الطاوه ديال الفرن وهي ساخنه، عملوا لها الماء صافي وخليوها وشويه راه بسهوله كتحيد، كتضربوا بحال هكا ها نتوما دغيا كتحيد بسهوله، ما كتهرس ما والو. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصلها لكم، لان بعض المرات ملي كنخرجوا الحلوه من الفران كتبقى تلصاق وكتهرس وخصك الخاطر، لهذا هي سخونه غديروا ليها الماء وخليوها واحد شويه، من بعد ملي كتعملوا لها بالموس بحال هكا من الجناب راه كتقلع معكم وبسهوله كتحيد. ها نتوما يعني ما كتكسر ما حتى شي حاجه، يعني راه هنا باقا عندي سخونه صافي. وفي الاخير كتحصلوا عليها كتكون على هذا الشكل، هذا كتكون رائعه وزوينه ومعلكه، ها نتوما يعني بسهوله كتحيد صافي. وان شاء الله نتمنى تجربوها وتعجبكم، لان صراحه المذاق ديالها رائع ومعلكه كتجي. هانتوما غير كتضربوا غير بواحد يعني بحال هكا بيديكم وبسهوله كتحيد، هانتوما يعني ما كتهرس ما والو. هانتوما الثانيه
لان صافي منين داك الماء ملي كيتبخر مع هذيك باقه سخونه راه بسهوله كتحيد. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا اللي كتجي معلكه وغزاله وزوينه، ونتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تدعموا اللايك وما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، ومرحبا بكم في القناه. وكنشكر كاع الاصدقاء ديالي اللي معايا في القناه، وكنرحب بالناس اللي التحقوا بالقناه جداد، وكنرحب بهم وكنقول لهم ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال التورطات ديالنا بالكريمه ديال الزبده واللوز، كتجي معلكه وغزاله، وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على دعمكم، شكرا على التعليقات ديالكم. مع السلامه والى الملتقى بحول الله. السلام عليكم.